للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الكاتب السياسي السيد لطيف شيخ مصطفى. أستاذ لطيف، بداية مرحبا بكم. يعني أستاذ لطيف، كيف تنظر إلى حالة الفشل التي تعيشها الأحزاب الكردية خلال هذه الفترة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الفشل هو انعكاس للواقع الذي يمر به الأقليم. فشل في العمليه السياسيه وفشل في اداره الاقليم، وايضا وجود صراع حزبي يعني عنيف بين الحزبين الحاكمين وهما يتقاتلان على منصب شكلي بروتوكولي الذي لا يحل ولا يربط وهو رئيس الجمهوريه، بينما يدعون في الاعلام يعني بالراي العام الكردي بانهم يعني عندما يذهبون الى بغداد هدفهم ليس المناصب وانما هدفهم هو الدفاع عن حقوق اقليم كردستان وكذلك هذه الامور. لكن في الواقع راينا بانه ظهر على حقيقتهما عندما بدا يتقاتلان على منصب شكلي بروتوكولي ونسيا كل شيء، يعني نسيا البرنامج الحكومي لبغداد ونسيا قصد الحزبين الحاكمين ونسيا ايضا ما يمكن ان يقومان به باتجاه الضغط على حكومه بغداد المقبله لكي يقوم بتنفيذ المطالب اقليم كردستان وشعب كردستان المذكوره في الدستور. هذه الامور كلها ركنت في طي النسيان وهم الان يتقاتلون على هذا المنصب الشكلي. انا قلت كما قلت فهو انعكاس الواقع الذي يعيشه الاقليم. بعد استجابه الحزب الاتحاد الوطني لمطلب الحزب يعني الديمقراطي واستبعاد برهم صالح، كيف تنظر يعني الى حالة التوافق بينهما؟ هل يمكن أن يكون هناك توافق بالإمكان على مرشح؟ أنا في اعتقادي أولا المسألة لا يعود في إرادة الحزبين، لا تترشح برهم صالح يعود في إرادة الاتحاد الوطني ولا قيام الديمقراطي أيضا بتقديم مرشحه، هو مسألة إرادية محضة للحزب. فيما يتعلق يعني هناك نحن نعرف جميعا بان هناك صراع شديد بين ايران وكل يريد الدفع لمرشح سواء كان مرشح رئيس الوزراء او حتى رئيس الجمهوريه. الكل يعلم بان برهم صالح كان في امريكا ومثل حكومه الاقليم، وهو يقال بانه قريب لامريكا، وامريكا قد كررت على كان ممثلها بريتر ماسور بانه يريد تصوير منصب برهم صالح. في المقابل ايران يريد ان يثبت بانه هو اللاعب القوي وانه هو الذي يفرض سلطته. في هذه المعادله الحقيقه ربما نرى الاتحاد الوطني يقوم بمبادره وبالعكس الاتحاد الوطني يقوم بمقتل فرد مبادره معاكسه، هي كلها تعبيرها بصراحه. طيب استاذ لطيف، في ظل هذا الصراع وتزايد النفوذ الايراني الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس ان كنت تسمعوني الى اي مدى يمكن استاذ لطيف هذا المرشح الضغط في البدايه كان هو محاوله تحديد استاذ لطيف في ظل هذا الصراع وتزايد النفوذ الايراني الى اي مدى يمكن ان يتكرر سيناريو انتخاب الحلبوسي عند التصويت على رئيس الجمهوريه؟ انا في اعتقاد في حين توصلان الى حل سواء كان بجهودهما تأكد أنهم مطالبهم ما يطلبون مطالبهم على أي شيء آخر. في النهاية يدعون وين كان خلافاتك في النهاية مطالبهم ما متفقة على نفسها بصورة مشتركة في النهاية تكون وأنا في اعتقادي الديمقراطي كما قلت لا يريد الخطة بذات إنما هو قدم عقد مرشح بالضغط على الاتحاد الوطني بالمناسبات المناصر الاخرى ولكنه في النهايه هو غير وانا هذا هو. وضحت الصوره، شكرا لك، شكرا جزيلا من اربيل الكاتب السياسي لطيف الشيخ مصطفى، شكرا لك.